مساء الفل والهنا والسعادة والتفاؤل والحب، مساء كل حاجة حلوة عليكم. رجعت لكم تاني في حلقة جديدة من برنامج عايشة بسعادة. هتكلم فيها عن مواضيع الكلام فيها ما بيخلص والآراء فيها كتير. والنهاردة معانا دكتور عمرو أحمد حسين، أخصائي الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة شرفتنا في البرنامج. ميرسي يا فندم، شرف لي. النهاردة طبعا هنتكلم عن حاجة عاملة ذعر وخوف في المجتمع كله، الناس كلها بتتكلم عنها، العالم كله بيتكلم عنها، الكورونا مسببة لنا خوف جامد جدا في كل بيت وفي الشارع وفي أي مكان. يا ترى نتعامل معاها ازاي يا دكتور؟ طيب، هو هنتعامل معاها ازاي دي يبقى لازم نفسيا. نفسيا انا ده الجزء اللي يخصني، يعني او اللي هقدر اتكلم فيه بشكل علمي اكتر او بتفاصيل اكتر يعني. بس هو حتى نفسيا عشان نتعامل نفسيا صح لازم نبقى عارفين حجم المشكله صح. يعني تقدير المشكله اللي انا فيها هو ده اللي يخليني اعرف اتعامل معاها ازاي. الوعي بالمرض هو اكتر حاجه هتخليني اعرف اتعامل معاه بطريقه صح، ما فيهاش مبالغه وما فيهاش استهتار. يعني عشان ما نوصلش لحته لا مبالاه فنأذي بعض، وما نوصلش لحته هزع وفزع وهلع فده يخلينا نبتدي نخش في مشاكل نفسيه بسبب الموضوع. الموضوع بكل بساطه هو فيروس بيتنقل عن طريق اللي هو دروبلت انفكشن، عن طريق الرذاذ. معدل انتشاره عالي، لكن عشان نقول هو مرض خطير جدا ولا خطير على الصحه، يعني مش بنتكلم في خطير ان هو وباء عالمي طبعا، لكن خطورته على الصحة ممكن نقول نسبة الوفيات اللي فيه قليلة جدا. تمام، احنا بنتكلم في حوالي 3-4% بس من ده نسبة الوفيات في المصابين بيه. ونسبة المصابين بيه يعني لو اتكلمنا عن بلد زي الصين احنا بنتكلم في تعداد 1.4 مليار، حاجة و80 ألف حالة تقريبا. فاحنا ما بنتكلمش في معدل انتشار عالي قوي وما بنتكلمش في معدل وفيات عالي قوي، لكن البريكوشنز الطبيعيه او الاحتياطات الطبيعيه اللي انا المفروض اخدها عشان ما تتنقليش العدوى دي او عشان ما انقلش العدوى دي لحد تاني. تمام، الصح ان احنا نقرا من مصادر موثوق فيها. يعني احنا عندنا دلوقتي منظمه الصحه العالميه والسي دي سي اللي هي المنظمه بتاعه الكنترول على الاوبئه والامراض، تمام، منزله منشورات فيها تفاصيل المرض كله، فيها طرق العدوى كلها، فيها كل الاحتياطات اللي المفروض تتاخد، فيها كل الادويه اللي المصرح ان انت تاخدها لو حسيت بيها باي اعراض، فيها البروسيس اللي المفروض تعمله لو ابتديت تجي لك اعراض برد، لان هي فكره ان هي نفرقها ما بين البرد العادي دي هم نفس الاعراض تقريبا يعني. فنقرا من يعني مصادر. ما نقدرش يا دكتور نفرق ما بينها وما بين الانفلونزا؟ من اللي انا قريته لا، هي كل الاعراض اعراض البرد العاديه. تمام، الرشح الاول قالوا الرشح هيخليك تشك ان انت ما عندكش كورونا، لا مفيش الكلام ده، مش كل الحالات بيجي معاها ارتفاع لدرجه الحراره، الكلام ده كله موجود على الويب سايت بتاعتها والاكسس ليها مش محتاج اي، ولا ان انا ابقى مشترك في حاجات معينه ولا ان انا ادفع فلوس معينه، ده موجود للعامه يعني كل حد يخش يقرا فيه. احنا لازم نقرا من مصادر موثوقه عشان ما نجريش ورا شائعات تخلينا يبقى عندنا فزع، تمام، او يبقى عندنا ذعر او نبتدي نتصرف تصرفات هي اللي تعمل مشاكل. حضرتك نقل العدوى ده بيبقى عن طريق الرذاذ ولا عن طريق الهواء ولا عن طريق اللمس؟ هما لحد دلوقتي المؤكد ان هو دروبلت انفكشن، يعني بتنقل عن طريق الرذاذ. ودي حاجه كويسه ان هو مش حاجه ايربورن. ايربورن ده يعني لو انا عندي العدوى دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض في مكان واحد، الهواء اللي انا بتنفسه ده هيطلع فيه الفيروس، هيتنقل عن طريق الجو هيوصل لك. تمام، فالكلام لحد دلوقتي ان هو دروبلت انفكشن مش ايربورن انفكشن، ودي حاجه مقلله شويه في حده انتشاره. تمام، يعني ايه بيتنقل بالرذاذ ازاي؟ يعني انا النهارده لو احنا بنتكلم مع بعض احنا المفروض يبقى في مسافه ما بيننا اللي هي على الاقل 1.5 متر، 2 متر. تمام، العادات المصريه بقى الاحضان والبوس ونقعد في حضن بعض والكلام ده المفروض ان هو ما يتعملش تماما.
لما هاجي اكح او هعطس يبقى في منديل ويترمي على طول، يا اما في كوعي عشان اقلل ان الرذاذ ده يتنشر على اسطح، الاسطح دي حد يلامسها، الحد الشخص اللي هيلامس الاسطح دي الرذاذ هيبقى عليها، عليه صح. الفيروس، هيجي بعد كده يلمس التي اريا بتاعت الوش اللي هي العينين والمناخير والبق، ده اللي يخش منه، ده يعني البوابة اللي بيخش منها الفيروس للجسم. طيب بكل بساطة، تمام، انا النهاردة في مكان او يعني انا بتعامل في مكان فيه اسطح، فيه ناس غريبة، مكاتب، اكر، كلام ده كله، انا هاخد بالي كويس قوي ان انا بعد استخدام اي حاجة في غيري يستخدمها، اي سطح، اي ملامستي لاي سطح، تمام، بعقم نفسي بالطرق الطبيعية، غسل الايد لمدة 20 ثانية بالمية والصابون، السانيتايزرز، الكحول، تمام، الحاجات البسيطة يعني، تمام. حضرتك في ناس بتستعمل الكرول استعمال خطأ، بيستعملوه في المطابخ وفي الشقة، وده أنا أعرف إن هو خطأ خلي بالنا بس استعماله. ان الكلور اصلا مادة سامة، وان هو الغازات اللي بتطلع منها والروائح، ريحة الكلور دي نفسها دي ممكن تعمل اختناق، تمام، ما هو ده اللي احنا بنقوله، بس ان الموضوع هم حتى على الويب سايت بتاعت ال WHO وال CDC قالوا المنظفات الطبيعية، تمام، ما قالوش الكلور، ما قالوش يعني، اتقال ان الكلور بي بي بيعقم وبينظف، الديتول، الفينيك بتاع زمان، الحاجات، ادوات النظافة بتاعت زمان، تمام. الفكره كمان ان ده مش يعني في البيوت، انا شايف ان الموضوع بزياده قوي، الناس واخداه بزياده، انتوا اللي عايشين جوه البيت ومفيش حد فيكم بيخرج ولا بيخش، يعني مفيش احتكاك بحد ومفيش تخالط مع حد ممكن يكون مصاب بالعدوى، انتوا قاعدين في البيت بقالكم اسبوع اهو، محدش عليه اي اعراض، طول مفيش الوقت يا دكتور بنرش الكحول الناس في البيت كلها على طول. عماله ترش كلور جوه البيت، لا ده اوفر بقى، تمام، هو ده اللي بكلم حضرتك فيه، ان احنا بناخد احتياطات زايده، تمام، تخلينا مضغوطين وستريسد على طول، تمام، وهو ده اللي يؤدي بقى المشاكل قدام، الهلع اللي صاب الناس في الشراء، وان الاماكن هتقفل، وان السوبر ايوه بالظبط ماركتس كده. هتقفل، الاشاعات اللي بتنتشر بقى، دواء مش عارف ايه بيعالج كذا، فتلاقي الدواء ده اختفى من السوق، ايوه الفيروس بيقعد في زورك 3 4 ايام، ده على اساس ان الفيروسات يعني بتخش تقعد قاعده كده لا، والكحول اللي في حضرتك زور البني برضو، ادم. الكحول اللي في ناس ما كانتش لاقياه، كنا بندور عليه في صيدلات مش ما هو موجود، ليه؟ عشان الناس جالها هلع، وكمان نزلت زادت خافت ان اسعاره. الكلام ده هيختفي، نزلت اشترت بكميات كبيره. طيب والاسعار احنا زادت بسبب اي الموضوع ده. منتج في الدنيا، بعيدا عن ان ده برضو جشع من ناس، بس اي منتج في الدنيا عرض وطلب، تمام، هتزود الطلب عليه والعرض بتاعه هيقل، بالظبط كده سعره صح. هيعلى، تمام. طيب هي الناس اللي نزلت اشترت الكميات دي هتستخدمها في ايه؟ يعني انت نزلت اشتريت 20 لتر كلور، هتعمل بيهم ايه؟ هتعقم بيهم ايه؟ تمام، ده انت يعني هتعقم بيهم حي كامل مثلا، لا طبعا. استخدامك في البيت الطبيعي اللي هو المفروض اصلا ان البيرسونال هايجين والنظافه بتاعه المكان اللي انا عايش فيه المفروض ان هو ده الطبيعي، هو الناس بتقول لك ما تزودش عن الطبيعي غير مع الاحتكاك، تمام، او ان انت في اماكن عامه، او ان انت بتلامس اسطح وبتخش اماكن ما انتش عارف اللي قبليك عدى عليها عنده ايه بالظبط. استعمال الجوانتيات يا دكتور، في ناس كتير فهمها خطأ انه طول الوقت لابسه جوانتي عشان خاطر بتحمي نفسها ان ما توصلهاش العدوى، بس هي بتخطأ في كده، لان طب انا ما اعرف ان الجوانتي بيوصل بالظبط العدوى، ممكن بالظبط، لو مسكت اي حاجه وجوانتي ده فيه العدوى بتتنقل للمكان ده. هو دي حقيقة فعلا، هو الجوانتي استخدامه يعني اللوكيشن معين، يعني انا مثلا داخل سوبر ماركت، تمام، فهشتري حاجات، هجيب حاجات من على الارفف، هقف، هحاسب، هاخد فلوس من الكاشير، انا لابس الجوانتي، لابس الماسك عشان نفسي ما يعديش حد، وعشان برضو يقلل فكرة الانفكشن اللي ممكن يجي لي عن طريق الناس، بخرج من السوبر ماركت بقلع الماسك، لان انا في الاوبن اير ده، في الاماكن المفتوحه، فكره انتقال المرض ليا دي معدومه يعني، تمام، فانا مش محتاج ان انا البس ماسك وانا ماشي في الشارع على رجلي يعني. اول ما اخرج من المكان لازم بقلع الجوانتي، وبقلعه بطريقه معينه ان هو يتقلب، ان انا ما لامس سطحه ولا سطحه يلامسني بعد ما قلعته، تمام، وبيترمي في حاجه المفروض تكون بتتخلص من النفايات الطبيه، تمام، او يبقى معايا كيس او حاجه يتحط فيه الحاجات دي ألمها فيه، وأول مراحل بتترمي في الزبالة. ازاي خالص. لكن فكرة الجوانتي ما أنا هنقل زي ما حضرتك أيوة بتقولي، أنا لمست السطح ده، الفيروس بقى على الجوانتي، رحت لحتة تانية مسكتها، الفيروس اتنقل لها، تمام؟ فهو مش حاجة يعني، الجوانتي ده مش بيموت هو نفسه الفيروس أو البكتيريا، تمام؟ طب هو إذا بيمنع إن جسمي نفسه
تمام، يبقى ملامس للاسطح دي، تمام. فاي ميكروب او اي حاجه هو بقى على الجوانتي، بس حضرتك فالمفروض خرجت من المكان ده الجوانتي يتقلع، تمام، خلاص انا ايديا سليمه، وانضف ايدي بالسانيتايزر او بالكحول خلاص، او اغسل ايدي بالمايه. بس مش الافضل يا دكتور احنا نستعمل الكحول افضل من الجوانتي؟ ما هم انا بقول لحضرتك الجوانتي ده في اماكن، يعني مثلا داخل اسحب فلوس، تمام، هسحب فلوس من مكنه اي تي ام. يا دكتور هنقطع لحضرتك، معانا اتصال من مريضه كورونا. اتفضلي. الو. ايوه. الو، حاجه سلوى. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فندم، ازيك حاجه سلوى؟ حضرتك عايزين تقولي لنا حسيتي اعراض المرض امتى او جالك ازاي؟ اعراض المرض حسيت بيها وانا نازله من السعوديه، يعني كنت جايه من العمره يوم 11/4/3، وانا نازله كنت حاسه ان انا حضرتك تعبانه. بتشتغلي ايه حاجه سلوى؟ صاحبه شركه سياحه في المنيا بني مزار. كان معايا جروب عمره وكنت في السعوديه، وانا راجعه اكتشفت ان انا تعبانه، وكنت عندي احساس ان انا عندي كورونا، لان انا كان معايا جروب في السعوديه مصاب يعني الفيروس. فحسيت بنفسي وانا نازله من المطار، وقلت لهم في المطار كنت تعبانه وحاسه ان انا تعبانه، وحاولت ان انا اتعامل مع الموقف، والحمد لله يعني وزاره الصحه مشكوره لما عرفت الموضوع بعتت لي على طول، وعملوا لي التحاليل وسحبوا مني عينات وعملوا لي تحاليل، ورحت المستشفى بلغوني ان انا طالعه على اسوان. رحت اسوان وخدت فتره هناك وعالجوني الحمد لله. المعامله هناك كانت ازاي حاجه سلوى؟ لا، معامله كانت ممتازه جدا جدا جدا، مهما اقول مش هقدر اوصف ولا اديهم حقهم. ناس كانت محترمه وكانوا قايمين بواجبهم على اكمل وجه. كانوا سهرانين على راحتنا ليل ونهار، مفيش دكاتره كانت بتنام. التمريض ما كانش بينام، العماله ما كانتش بتنام، العمال، الاشاعات، التحاليل، في اي وقت ينزلي تحاليل دلوقتي، في اي وقت ينزلي اشاعه. فالحمد لله يعني ناس محترمه جدا، يعني المستشفى كانت نظيفه وفائقه. طب ازاي حافظتي على اهل بيتك من المرض ده؟ لان الناس دلوقتي عندها خوف جامد جدا. لما انا جيت من وانا جايه من السعوديه طلبت ابني وقلت له ان انا كنت عايزه انزل على اي مستشفى او كده، المهم قلت له هات لي معاك جوانتي وقفازين بتاع كمامه، واتقابلتهم بدون يعني عايزين ياخدوني بالاحضان، بعتهم عني وعزلت نفسي، لان انا كنت عارفه واحنا في السعوديه كان اهم حاجه في المجموعه اللي كانت معايا كانوا بيطلبوا مني وزاره الصحه ان انا افهم الناس انهم يبعدوا عن بعض وكده، اللمس والحاجات دي. ف اتعاملت بهذا الاساس يعني مع اولادي هنا، ودخلت كل اللي كان عايز يجي يسلم عليا بعته عني، ما رضيتش اخليه يسلم عليا، عزلت نفسي في بيتي بحيث ان انا كنت باكل في طبقي، ما حدش يديني، ما حدش ياخد مني حاجه، ولا حد ياكل مكاني، ولا ناكل مكان حد. ويعني على طب هل حسيتي بسخونه اعراض اللي بنسمع لا عنها؟ لا، ما جاتنيش اعراض سخونه، لا ما جاتنيش اعراض سخونه. انا كل اللي جاني كان لوزي، وكانت تعبانه، وكان عندي كحه في صدري، صدري كان مزيق كده شويه. مع همدان في الجسم، يعني كان جسمي همدان ومكسر كده في بعضيه، كنت تعبانه يعني، يعني حاله اعياء لكن مش بحراره. طب هل الناس كانت بتخاف ان هي تتعامل مع حضرتك؟ هو مبدئيا انا ما عنديش مجال ان انا كنت اتعامل مع الناس هنا. انا في بيتي مع اولادي، وكنت بحاول ان انا ما اخرجش، ما حدش بيجيني كتير، ما شفتش الكلام ده من الناس. لكن انا بعد ما مشيت من البيت ورحت على المستشفى، سمعت سمعت ان في ناس كانت قلقانه من ولادي او بتاع، بس الحمد لله يعني بفضل من ربنا اولا. وزاره الصحه لما انا كلموني قلت لهم بيتي وولادي اهم، بعتوا عربيه خدتهم عينات على طول سريعا يوم ما انا ما مشيت، وطلعوا العينه بسرعه برضو، والحمد لله ما كانش فيهم حاجه، وهم ابتدوا بقى يتاقلموا في البيت مع ابتدوا يتأقلموا في البيت، يعني ان هم بعد انا ما مشيت
يخفوا عن بعض ويبعدوا عن بعض، وكل واحد البنات كانوا بيحاولوا يحافظوا على الشباب وولادي. انا عرفت ان هم اتعمل لهم تحاليل برضو بعد ما اتعمل حضرتك لهم رحت تحاليل الحج. من وزارة الصحة على طول. سحبوا لهم والحمد عينات على لله طول. الحمد لله الحمد كانت لله. الحمد لله. طب حد بعد ما طلعت النتيجة جميل. سلبية بلغوهم ان هم يقعدوا برضو 4 ايام في حذر بينهم وبين بعض لحد ما اذا يظهر اي حاجة تاني او كده. فالحمد لله بفضل ربنا ما فيش حاجة ظهرت وبقينا كويسين، وانا رجعت لهم الحمد لله يعني. الحمد لله على سلامتك. طب ايه الرسالة اللي توجهيها للناس اللي خايفة من الكورونا؟ توجه لهم رسالة تقول لهم ايه هو يعني عشان ما بصي، هو انا يخافوش؟ اتفضلي. بقولك ايه الرسالة اللي توجهها لهم، اللي توجهها للناس؟ اللي اوجهها للناس ان احنا نحاول نتعامل معاملة هادية مع بيننا وبين بعض، زي ما الحكومة بتقول التزموا بيوتكم، التزموا اماكنكم، التزموا النظافة، التزموا عدم التجمعات. طبعا احنا في حالة طبعا لازم الكل يحافظ على بعضه وما نخافش. احنا مش يعني انا بقول ما حدش يخاف من الكورونا. الكورونا موجودة عند كل الناس، بس اللي يقدر يحافظ على نفسه منها. ان ايه احافظ على نفسي بايه؟ باني انا في بيتي اقدر اعالج نفسي بنفسي، ان انا عدم الاختلاط اولا عشان الانتقال، وثانيا اعالج نفسي. انا حسيت بان انا عندي برد اعالجه، حسيت ان انا عندي انفلونزا، حسيت ان انا عندي لوز، حسيت سخونه بتاع، اعالج نفسي اول باول. هو لسه ما فيش علاج للكورونا، الا ان احنا بنحافظ على نفسنا من ان احنا نديها فرصه تتملك مننا بالامراض التانية. هو لسه الدكتور بيتكلم عن الموضوع دوت. هي عايزه بس عدم الخوف والهدوء، وازاي اعرف اتصرف مع الشيء ده. ف يعني احنا اهو ادينا قاعدين برضه دلوقتي، كله معرض انه يتعيدي تاني وكده. لكن ليه انا اتعيدي؟ انا احاول احافظ على نفسي في مكاني وعالج نفسي اول باول، وبيتي واولادي ونظافه وكده يعني، هو ده المطلوب يعني. احنا بنشكرك على الاتصال ونتمنى لك الشفاء، والحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. الاول بس انا عايزه اشكر الحكومه بتاعتنا ورئيسنا بان هو مهيئ لنا وعامل لنا يعني تواجد للادويه وللمستشفيات وللدكاتره والحاجات دي، يعني عامل لنا يعني الصف، ساعد على ان الصف يكون جاهز لكل الدوله لكل الناس. الحمد لله على سلامتك يا حاجة سلوى، وشكرا على الاتصال. شكرا يا فندم. رجعنا تاني بقى معاكم، هنكمل بقى حديثنا. اتفضل يا دكتور بقى كمل لنا عن الكورونا. يعني حالة قدامنا نموذج تعامل كويس جدا مع أهل بيته بالزبط. وعاش حياته طبيعية، مفيش الخوف اللي احنا بنسمع عليه. ما هو احنا قلنا هو مش مخيف احنا بنقول ان هو مرض منتشر ووباء عالمي، بس مش المرض المميت المخيف للدرجات دي. هو خطر على فئات معينة، الناس اللي عندها مشاكل في المناعة، كبار السن، ناس عندها أمراض مزمنة، هم دول اللي بيبقوا الريسك جروب. إن هيبقى في مضاعفات لي. تمام. فاحنا بنقول احنا نلتزم بالإجراءات بتاعة السلامة، ان انا مبدئيا ما يجيليش العدوى، ما امشيش ورا شائعات، ما امشيش ورا مصادر غير موثوقه في الكلام اللي بيتقال. لان في كلام مضحك انا كنت بقول لحضرتك، فكره مثلا الفيروس ده هيقعد في الزور كام يوم، فلو اتغرغرنا هو الفيروس بالليمون وخل يعني الفيروس قاعد في زوري بيتشاور هو الفيروسات اصحابه، هنخش نهجم على صدره امتى؟ ما فيش كلام ده. هو البارتيكل بتاعه الفيروس دي حاجه يعني صغيره جدا تخش على الجهاز التنفسي على طول. ففي حاجات كده ماشي ان احنا ناخد فيتامين سي. طيب الفيتامين سي اختفى من البلد كله، ما بقاش فيه في الصيدليات اي اقراص فيتامين سي او فورات او. طب يا جماعه ما احنا في اكل كتير عندنا في فيتامين سي، الموالح كلها، الفراوله، يعني نتجه للحاجات الطبيعيه ما فيش مشكله. ناخد بالنا ان احنا ما نتعرضش لادوار برد، يعني تغيير في درجه الحراره، ابقى لابس واخرج في الاول واخد لسه واخد شاور سخن مثلا واخرج في الهواء، الحاجات اللي هي السيفتي ميجرز الطبيعيه يعني اللي انا باخدها في الوقت ده، لان احنا في وقت تغيير فصول فالبرد بيبقى منتشر فيه بصوره جامده جدا. فناخد بالنا ان احنا نحاول على قد ما نقدر عشان
ما يحصلش ذعر حوالينا يعني. أوه. طيب انا جالي اعراض، انا بعزل نفسي في البيت، تمام، جالي اعراض برد طبيعي، بعزل نفسي بالبيت، بمنع الكونتاكت مع اي حد، الاحتكاك مع اي حد، تمام، اوضتي مقفوله عليا، لو ينفع ان انا استخدم حمام خاص اوكي، دخلت الحمام يبقى في حد بيخش بعديه، او انا برش كحول وبرش سانيتايزر على الاماكن اللي انا مسكتها، فوطه بتاعتي، اخد بالي ان انا ما بقاش في احتكاك باهل البيت. ده كلام، ده المفروض البروسيس اللي نمشي عليه، لان المشكله الكبيره في قصه الكورونا او الكوفيد 19 ان احنا لو انا النهارده عندي مثلا 1000 حاله في مصر كلها، انا هقدر المنظومه الصحيه بتاعتي ان هي تتعامل معايا. طب ولو بقوا 100,000 حاله مره واحده، المنظومه الصحيه مش هتقدر تتعامل معايا. تمام، كل الاحتياطات اللي الحكومه بتاخدها عشان تمنع الانفجار اللي يحصل في عدد المصابين ده، تمام، فنقدر ان احنا بمنظومتنا الصحيه نقدر ان احنا نواجه ونعالج، تمام، ونقلل زي ما الاستاذه الحاجه سلوى، تمام، عشان العدد قليل، المنظومه الصحيه واقفه على رجليها، قادره ان هي تتعامل مع عدد المرضى. أيوة. اللي موجود، نسبه الشفاء، في ناس مش مصريين حتى باعتين جوابات شكر المستشفى بتاعت الحجر الصحي اللي في اسوان، تمام، على المعامله اللي فيها، على السيفتي ماجرز اللي فيها، على تعامل الطاقم الطبي والممرضين والستاف كله بتاع المستشفى معاهم. فلو احنا ما فيش حصل الاوت بريك ده هيساعد المنظومه الصحيه ان هي تعالج، تمام. فاحنا قلنا نلتزم بالتعليمات بتاعه الوقايه، تمام، من قاعده في البيت، من منع تجمعات، من الحاجات البسيطه بتاعه البيرسونال هايجين، تمام. الحاجه الثانيه، ما نمشيش ورا الشائعات ورا الكلام اللي بيتقال، نقرا من مصادر موثوقه، عندنا منظمه الصحه العالميه، وعندنا منظمه اللي هي CDC اللي هي مسؤوله عن كنترول الاوبئه والامراض، تمام. دي ويب سايت او يعني اماكن اقدر اخد منها معلومات صحيحه، مش بقى الكلام اي كلام اللي بيتقال. ما نجريش وراء اي اشاعه بتاعت الدواء الفلاني بيعالج فننزل نلاقيه اختفى من الصيدليات، لان لحد دلوقتي ما فيش كلام ده. يا ريت نلتزم ان احنا برضو السوبر ماركتات ناخد احتياجاتنا من سواء اكل او دواء، او لان يعني ما هو انا لو خدت احتياجات شهرين ثلاثه قدام، تمام، المخزون اللي موجود مش هيكفي لينا كلنا، فهتبتدي تحصل بقى حاله ذعر بقى، مش فكره احنا الكورونا، لا احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين ادويه، الادويه الاساسيه بالذات والادويه المستورده، الحاجات الانسولين، ادويه القلب، الحاجات اللي هي اساسيه للحياه، يعني ما فيش مريض سكر ينفع يعيش من غير انسولين او ادويه سكر، ما فيش مريض قلب ينفع يعيش من غير ادويه قلب، تمام. فالناس اللي عندها مشاكل صحيه مزمنه وخطيره، تمام، تحاول على قد ما تقدر ان هي كميات الادويه والحاجات اللي بتجيبها يا دوبك تكفي استهلاكها الطبيعي، تمام، عشان ما نسحبش الادويه دي مره واحده من السوق فيحصل عجز فيها، فناس تانية هتخش في مشاكل صحيه بسبب ده، تمام. من يعني بلاش الفزع. معنا اتصال يا دكتور احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم، لو سمحت اكلم الدكتور عمرو. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عاوز اعرف ايه الاكلات المناسبه اللي بتقوي جهاز المناعه للاطفال، ده رقم واحد. رقم اثنين، انا كنت عاوز برضو اعرف من حضرتك بالنسبه للوزن، يعني انا وزني 85 وعمري 36. انا بس بعاني من يعني تعب في المشي وكده، لان انا بنزل اشتغل بمشي كتير، فبس برضو بحس بنهجان وكده، فهل في اسلوب غذائي كويس يساعدني ان انا انزل جسمي؟ وشكرا لحضرتك يا دكتور. تمام، هو بالنسبه بس احنا خرجنا بره الموضوع شويه، بس مثلا الاكل الصحي والاكل اللي بيزود المناعه، الحاجات الطبيعيه، اي الخضروات، تمام، الفواكه، البروتينات نقلل الزيوت والدهون والحاجات دي في اكلنا، تمام، هي دي الحاجات اللي بتزود المناعه، يعني الاكل الصحي عامه يعني. نظام غذائي، ان انا باكل 5 وجبات في اليوم. أيوة. دي عشان قصه الوزن. الرياضه دي حاجه مهمه. أيوة. جدا لجهاز المناعه، تمام.
احنا طيب هنقول النوادي مقفوله، الجيم مقفول، احنا ممكن ننزل نتمشى كل يوم، وده يعني انا بشوفه عندنا في المنطقه اللي انا ساكن فيها، الناس مش لاقي حاجه تعملها فبتنزل تتمشى كل يوم، تمام؟ بينزلوا يتمشوا في الوقت اللي هو مخصص اللي ما فيهوش حظر يعني، تمام؟ بنتعرض لشمس، بنتمشى، جهازنا بيجهز المناعه بتاعنا وصحتنا بتبقى احسن، مودنا كمان بيبقى احسن. لو هنكمل كلامنا بقى هنتقل بقى الموضوع تاني خالص يا دكتور. اتفضلي. الادمان واثره على المجتمع. جميل. عايزين نعرف احصائيات الادمان في مصر. طيب قبل ما نتكلم عن احصائيات الادمان في مصر لازم نعرف التعريفات بتاعت الادمان اصلا. تمام. احنا عندنا نظام تشخيص ماشيين عليه، في نظام امريكي وفي نظام انجليزي. المفروض ان احنا عشان الامراض النفسيه اعراضها ممكن تيجي لاي شخص طبيعي، زي مثلا ان انا كلنا بيجي لنا اعراض اكتئاب، تمام؟ فعشان اقول ان الشخص ده مريض بالاكتئاب في عندي حاجه اسمها دايجنوستيك كرايتيريا، اللي هي شروط لوجود ان انا اقول التشخيص ده موجود ولا لا. والشروط دي بيقول لك ان انت مثلا عندك الاكتئاب ده ليه 10 اعراض، لازم يكون في 6 أو 7 اعراض موجودين في فتره زمنيه محدده، ويكون في تاثير محدد على حياه البني ادم عشان اقدر اقول ان الشخص ده مريض بالاكتئاب. ففي نفس القصه في عندنا حاجات في الادمان او في استخدام او تعاطي المخدرات. الاول كان في عندنا 2 ديفينيشنز كده، حاجه اسمها سبستنس ابيوز وسبستنس ديبندنس، اللي هم سوء الاستخدام او اساءه استخدام المخدرات، وعندنا الاعتماديه على المخدرات. يعني دول اكنهم درجتين كده لاساءه استخدام المخدرات، تمام؟ فنتكلم الاول في الابيوز اللي هو سوء الاستخدام او اساءه الاستخدام، ان يبقى في استخدام لماده مخدره بصوره مش صح وبتؤدي لتدهور. التدهور ده يبقى بيتجلى في حياة الشخص بوجود عرض من 4 أعراض، تمام؟ إن فشل، أول حاجة إن يبقى فيه فشل في أداء مسؤولياتي الأساسية في الأريات المهمة اللي في حياتي، يعني مثلا شغلي، دراستي، حياتي الأسرية. أنا النهاردة راجل ابتديت أغيب كتير عن شغلي، ابتديت أغيب كتير في المدرسة، أدائي في الشغل قل، مستوى الدراسي بيقل، بقى في مشاكل في المدرسة كل شوية، يجي لي رفض، يجي لي وقفة عن العمل، دوري الأسري، أنا أب، أنا أم، أنا في إهمال للأولاد، مفيش اهتمام بالحياة الأسرية، مفيش الاجتماعيات. ده فشل في أداء واحد من مهامي الأساسية في الحياة، تمام؟ تاني حاجة إن أنا أكون بتعرض لمشاكل قانونية بسبب المخدرات، يا إما اتمسكت تعاطي، اتمسكت بحيزة مخدرات، سايق وانا شارب خمره، التحاليل اللي بتتعمل على الطرق دلوقتي لو انت سايق تحت تاثير المخدرات، تمام؟ في مشاكل قانونيه سببها المخدرات. تالت حاجه ان انا يكون بستخدم المخدرات في مواقف بتمثل خطر على صحتي، تمام؟ زي المفروض ان انا تحت تاثير المخدرات، يعني انا وعي وردود افعالي وادراكي مش مظبوط. فانا النهارده لو سايق عربيه وانا تحت تاثير مخدرات او خمور فده بيمثل خطر على حياتي. لو انا راجل حرفي بشتغل بمكن، تمام؟ عندي مكنه تقطيع خشب، عندي مكنه تقطيع حديد، شغال بصاروخ، حاجات المفروض فيها سيفتي بريكوشنز عاليه جدا، لان بتعامل مع الات ممكن تسبب لي خطر على حياتي. لو انا بشرب مخدرات في الـ في الـ في الـ في الـ في السيتويشن ده، تمام؟ ده عرض، تمام؟ بس يا حضرتك انتشرت. ما احنا لما نيجي نتكلم على جداً شويه احصائيات كده عن مصر هنخش في حته الحرفيين دي وهنتكلم عليها بالتفصيل يعني. رابع حاجه ان انا يكون عندي مشاكل اجتماعيه، تمام؟ او مشاكل في علاقاتي الشخصيه سببها المخدرات او بتزيد باستخدام المخدرات. خناقه مع والدتي، خناقه مع مراتي، ناس اصحابي ابتدوا يبعدوا عني، بيتخانقوا معايا بسبب ان انا راجل باخد مخدرات او بشرب مخدرات، ومع ذلك انا مستمر في التعاطي. لو موجود عرض من الثلاثه دول يبقى احنا نقول ان الشخص ده بيسيء استخدام المخدرات او ابيوزر يعني، تمام؟ الليفل اللي بعديه هو ليفل الاعتماديه، تمام؟ اللي هو مرحله اعلى شويه، تمام؟ الاعتماديه دي ان انا شخص بتعاطى برضه ماده مخدره بصوره بتؤدي لتدهور في حياتي، وتدهور ده بيتجلى بحاجه بوجود 3 اعراض من 7 اعراض اللي احنا هنقولهم دلوقتي، تمام؟ ال7 اعراض دول، تمام؟ ان انا اول حاجه يكون في تعود. يعني ايه تعود؟ حاجه اسمها تولرنس. جسمنا عشان
بيشتغل فيه اي ماده كيماويه او اي ماده بتخش الجسم يعني ليها ريسبتور، تمام، او مستقبل. الماده دي بتمسك في ريسبتور تبتدي تدي المفعول بتاعها، تمام. لما انا ازود الماده دي كتير جدا في جسمي يبتدي الريسبتور ده يقلل حساسيته للماده دي، تمام، فيبقى محتاج جرعه اكبر عشان تدي نفس التاثير. ده اللي بيحصل في المخدرات التوليرنس، تمام. انا النهارده الجرعه دي كانت بتعمل لي التاثير ده، بعد شويه الجرعه دي مش هتعمل لي نفس التاثير. انا كنت باخد حبايه مثلا من دواء زي الترامادول بيسكنني وبيديني الطاقه وبيخليني هايبر وبيخليني عارف اتحرك، بعد شويه الحبايه مش هتكفيني، هبقى عايز حبايتين، هبقى عايز ثلاثه، هبقى عايز اربعه. دي اللي اسمها التوليرنس، تمام. تاني حاجه ان يكون في اعراض انسحاب، واعراض الانسحاب دي ممكن تكون نفسيه او عضويه. واعراض الانسحاب النفسيه دي عشان الناس برضو في مخدرات كده احنا بنصغر او بنهيف من خطورتها علينا زي الحشيش، تمام. ان دي مش مخدرات اصلا، لا، هو الحشيش حتى ليه اعراض انسحاب نفسيه. اعراض الانسحاب النفسيه دي ممكن تبتدي من اول ان مودي او مزاجي مش متظبط، في اريافه. معانا تليفون يا دكتور ايمن. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ ايمن. من فضلك كنت بتكلم عن مشكله الادمان اللي انا اتعرضت بيها. دكتور معاك مع حضرتك، اتفضل. حضرتك، انا مدمن لمخدر بقالي 20 سنة. جربت فترات كتيرة بصراحة ان انا ابطل واتعافى، ولا طريقة نفعت معايا. دخلت مصحات كتير، عندي حتة الاعتمادية زيادة زي ما هيك قلت، ان المدمن بيبقى عنده درجة الاعتمادية كبيرة. ابتديت اعتمد على اشخاص حواليا كتير، اللي منهم عيلتي واللي منهم صحابي. وصلت لمرحلة ان انا بقيت شخصية مزدوجة، يعني مدمن وفي نفس الوقت مريض نفسي. اشتغلت كتير على الشق النفسي كعلاج. حسيت نفسي من جوايا بتكسر وبتحطم بسبب المخدر اللي انا كنت باخده. وعادة انا دايما بحب اشخص، يعني اعترف بالمخدر دايما للناس عشان يتعظوا، مثلا زي الحشيش اللي انا كنت باخده طيار لي عالي بصراحه، لحد ما روحت مركز طبي كده، يعني لو يسيبوني اقوله. لا، ما ينفعش يا استاذ ايمن. تمام، بس انا افتخر حضرتك ان انا ليا دكتور عظيم هو اللي نبهني للمخدر ده ومدى تاثير المخدر على مرضي، لدرجه ان انا بطلت لحد دلوقتي تقريبا 1 سنة و4 شهور على ايد الدكتور ده، على ايد نصايحه. فانا كمدمن او كدور ليا كمدمن متعافي دلوقتي في المجتمع، انصح اي مدمن في الدنيا انه يتوجه مباشره لطبيب، ياخد استشارته، يحاول يتكلم معاه اسبوعيا عن اللي بيمر بيه، لان هو ده العلاج اللي انا كمدمن او كمريض مزدوج شايفه. لكل داء دواء زي ما بيقولوا، ودواء المخدرات العلاج منه، ودواء المرض النفسي الجلسات الكلامية أكتر من الدوائية يعني. شكرا ليك يا أستاذ أيمن. تفضل يا دكتور. طيب، هو واضح بس ان استاذ ايمن يعني احنا اهم حاجه في العلاج هي فكره الوعي، وان انا افهم مرضي ايه دي، وان انا ابتدي اقبل فكره. يعني احنا عندنا حاجه اسمها تشخيص مزدوج، ان انا يبقى عندي مشكله نفسيه جنب الادمان او جنب المخدرات. وفي الحاله دي بيبقى لازم الحتتين يتحلوا مع بعض، يعني مش هينفع نعالج الجزء النفسي من غير ما نعالج المخدرات، لان المخدرات هتؤدي لاعراض نفسيه وهتؤدي لانتكاسات نفسيه. ومش هينفع نعالج النفسي من غير، مش هينفع برضو نعالج المخدرات من غير ما نعالج النفسي، الانتكاسه النفسيه او التعب النفسي ممكن يبقى من ضمن اعراضه الاندفاعيه والتصرفات السلوكيات اللي فيها ممكن استخدام المخدرات، فيها ممارسات جنسيه، يعني في امراض معينه بيبقى فيها اعراض معينه خاصه بالسلوك يعني. فزي ما هو قال كده، فكرة ان انا التخصص، انا اروح لحد الاول يفهمني ويبقى فاهم ايه اللي عندي ويعرف يتعامل مع تفاصيل واعراض المشكلة بتاعتي كلها من اولها لاخرها. ان احنا ما ينفعش نفصل ده مريض نفسي او نفصل ده مدمن، لا، القصتين لازم يتحلوا مع بعض. الفئات العمرية دكتور لتعاطي المخدرات
حضرتك عايزين تكلمنا عنها. طيب ممكن بس نكمل عشان نبقى عارفين يعني ايه مدمن اصلا، عشان فعلا الموضوع ده underestimated يعني احنا مصغرينه قوي ومهيفينه قوي، وهو لا يعني ممكن يبقى منتشر يعني في اعراض بسيطه. معنا اتصال يا دكتور. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك استاذ زكريا. معاك حاجه. اتفضل. ايوه يا فندم. حضرتك ممكن توطي التلفزيون عندك استاذ زكريا لو سمحت. وطي التلفزيون. ايوه يا فندم. وطي التلفزيون عشان تسمعنا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك دلوقتي انا عايز اقترح على الدكتور بس يعني ان في علاج كويس للكورونا ديت، مش يعني بالنسبه لجميع الفيروسات او الحاجات اللي هي بتيجي للانسان في علاج يعني هي وصفه بالزي بلدي كده، بس عايز اقترحها للناس او اقدمها للناس. انا حضرتك بسافر وبشغل سواق نقل تقيل وبسافر من جميع الدول لبعضها، فكان بيقابلني اي فيروس او اي تعب كنت بستخدم الليمون يعني في الام نقطتين او ثلاثه او اربعه، كان بيطلع جميع الفيروسات من جسمي. فانا عايز اقترح الحاجه ديت على الناس يعني. اتفضل. شكرا يا استاذ ايمن. شكرا لحضرتك. مش احنا برضو نرجع نتكلم ان هو لا يا جماعه في ادويه حتى منظمه الصحه العالميه منزلاها ان دي الحاجات اللي نستخدمها في الاعراض بتاعه الكورونا. تمام. في ممارسات ممكن تكون بتزود المناعه بتزود، لكن مش معناها ان ده علاج للفيروس. يعني نفرق. بس انا راجل بشرب سوائل دافيه، باخد ليمون كتير، باخد فيتامينز، باكل اكل صحي، ده معناه ان انا بقوي جهاز المناعه، مش معناه ان انا بعالج المرض. في فرق. بس انا بعالج المرض دي يعني دواء بيخش يموت الفيروس ده او يتاكل الفيروس ده او يعمل او ان هو يتكاثر او يوقف دوره حياته عند ستيج معينه. لكن وقايه يعني انا بزود الاحتمال يعني بقلل ريسك ان انا اتعدي او بقوي من جهازي المناعي اللي المفروض هو ده اللي هيحارب اي بكتيريا او اي فيروس هتخش لي. حضرتك نكمل موضوعنا. تمام. فاحنا قلنا الاول فكره ان انا عندي تعود، عندي بيجي لي اعراض انسحاب، وان اعراض انسحاب دي ممكن تكون نفسيه او جسديه. تمام. ثالث حاجه ان يبقى في دايما انا بستخدم بشكل اكبر، كميات اكبر او مدد اطول من اللي انا بقول ان انا هستخدمه. يعني انا راجل في اجازه نص السنه، طيب انا الاسبوعين بتوع الاجازه دول انا هشرب شويه. تمام. الاجازه تخلص وانا لسه مكمل. تمام. انا نازل في سهره في مكان، انا مش بدعو الناس لده، انا بتكلم في ان هو ده اللي بيبقى جوه المينتاليتي بتاعه الشخص اللي بيتعاطى. انا نازل هسهر في مكان، طيب هشرب مثلا كاس واحد، هشرب لي ازازه بيره، لا الموضوع ما يقفش على كده، واشرب واستهلك كميات اكبر من اللي انا بقول انا هستخدمها، وبالتالي هيبقى في وقت كبير جدا من حياتي تمام ضايع في ان انا بحصل على المخدرات، بتعاطى المخدرات، وبتعافى من اثر المخدرات. وتعافى من اثر المخدرات دي عشان برضو تفصيله بسيطه يعني، بس انا لو شخص مثلا عايش في وسط ناس مش مقبول ان انا ارجع لهم شارب مثلا او ارجع لهم منتشي من مخدرات، فانا بقعد بره البيت لحد ما فوق عشان اروح البيت فايق، فده وقت محسوب من ضمن الوقت اللي ضايع جوه الباكج بتاع المخدرات. في اكتيفيتيز طبعا كتير قوي في حياتي، انشطه كتيره في حياتي هبتدي ان انا استغنى عنها. الانشطه دي ممكن تكون حاجات اجتماعيه، ممكن تكون حاجات ترفيهيه، ممكن تكون شغل. تمام. مثلا باخد كورسات، بتمرن، في اكتيفيتيز بعملها مع اهلي، ده هيبتدي ان هو استغنى عنه. عندي ان انا ابتدي يبقى عندي مشاكل اجتماعيه تمام او مشاكل في علاقاتي الشخصيه بسبب التعاطي او بتزيد بالتعاطي وانا مكمل ومستمر. ان انا عندي مشاكل صحيه او مشاكل نفسيه سببها المخدرات او بتتفاقم بالمخدرات وانا برضو مكمل ومستمر. زي مثلا احنا معروف ان الكحول من الحاجات اللي بتاثر جامد قوي على الكبد وبتؤدي لتليف في الكبد ومشاكل في الكبد. انا النهارده ابتدى مثلا يجي لي ده وانا راجل مدمن كحوليات. تمام. ان انا اكمل او بشرب كحوليات، مش هنقول مدمن كحوليات،
لو بشرب وانا عارف ان انا اللي انا بشربه ده عمال يدمر في كبدي زياده، تمام، يبقى انا كده انا عندي مشكله. لو انا راجل باخد حاجه جابت لي اكتئاب مثلا، تمام، مخدر معين ومن كتر او من الفريكونسي بتاع التعاطيه جابت لي اكتئاب، تمام، ففكره ان انا استمر يبقى ده معناه ان انا مريض. تمام، السبع اعراض دول لو في منهم ثلاث حاجات بس يبقى نقول ان الشخص ده عنده اعتماديه على المخدرات. لما جينا بقى للنظام التشخيص العالمي ده نزل منه فيرجن جديد، حطوا ال 11 عرض دول كلهم مع بعض وغيروا بس الحته بتاعه النقطه بتاعه المشاكل القانونيه، ان انا بتعرض لمشاكل قانونيه دي، وحطوا مكانها بس ان انا يبقى عندي كريفنج اللي هو الاشتياق، تمام، للمخدرات او الرغبه الملحه والرغبه القهريه في التعاطي. تمام، فلما نيجي بقى نتكلم على الاحصائيات في مصر، احنا بنقول ان 10% مستخدمين، الاحصائيات دي طالعه من صندوق مكافحه الادمان، تمام، عشان ده المصدر الفاليد الوحيد او المصدر الموثوق فيه اللي نقدر نقول بيه الارقام. 10% ده ان احنا اول حاجه بنتكلم ضعف المعدلات العالميه، المعدلات العالميه المسموح بيها 5%، تمام، احنا ضعف المعدل العالمي. ال 10% دول مش ماشيين على الكرايتيريا بتاعه هو انا راجل مستخدم ولا مدمن، عندي مشكله ولا لا، تمام. وقلنا الجديد ان ال 11 عرض دول محطوطين ومتقسمين درجه مشكله تعاطي المخدرات لمشكله بسيطه متوسطه شديده، تمام، عندك في كل مخدر مختلف عن التاني، بس الاغلبيه يعني لو عندك عرضين من ال 11 يبقى انت مشكله بسيطه، 5 اعراض من ال 11 يبقى مشكله متوسطه، اكتر من 5 اعراض تبقى مشكله كبيره. طيب حضرتك احنا عايزينك روشته كده تقدمها للمجتمع، تنصحوا بايه؟ المجتمع عندنا من اول بقى الاطفال، تمام، احنا عندنا تشخيصات في الطب النفسي، تمام، زي مثلا فرط الحركه وتشتت الانتباه الاي دي اتش دي، الميس كوندكت اللي هو يعني سوء السلوك، يعني في انواع اللي هي الاو دي دي الشخصيه اللي هي الطفل اللي هو العنادي ده، تمام. واحنا بنتكلم في تطور المرض ده فبنتكلم في ان الشخصيات دي لما هتكبر هتخش ممكن في سلوكيات ادمانيه وممكن تتعاضى المخدرات، لان عندهم سمات شخصيه بتشجع على ده، عندهم حته الاندفاع، الاندفاعيه، بتصرف من غير ما افكر، ممكن يبقوا سهل قوي ان هم يستغلوا من ناس اكبر منهم في ممارسات، تمام، ليها علاقه بالمخدرات او حاجات غير قانونيه، تمام. فاحنا بنقول اول حاجه ان في توعيه بالامراض النفسيه في الاطفال للاهل، تمام، وللمدارس، وان لما نلاقي طفل سلوكياته شاذه شويه. شكرا يا دكتور، هو وقت البرنامج انتهى، وان شاء الله يكون لينا برنامج تاني مع حضرتك، وانا سعدت جدا بوجودك معايا. اعزائي المشاهدين، يا رب اكون اسعدتكم في برنامج عيشها بسعاده، وانتظروني الحلقه الجايه في ضيف جديد ان شاء الله.